excited, and there were many beautiful things in my classroom. A pen, a book, and a bed, and many things more. So let us show you our classroom. Two little words.
الأم شو تقول لعيالها؟ الأولى كل مشغولة تشوف ما تقبال للناس اللي تنذكر طيبة الأفعال. هذا ابن عم الأم وهذا ابن خال، عشرة طويلة بينكم لا تنقطع الوصال. أصل عماني أصل عماني معروف بين الوطان، قريب ويحكم عليها قوى سلطان. طابوس طابوس بن سعيد حكي في كل الزمان، أوصيكم بالأرض الطاهرة ميراث جدود عاشوا عليها سنين طواسي لسود، اتوسدوا ترابها وتلحقوا سماها وروت سنين اعمارهم من هواها. وقت الكلام بحسن الاقوال، الحمد لله والشكر على نعمه الافضل.